Sergio Busquets. Jordi Alba. إنها رمية تماس. سيرخيو بوسكيتس. ليفاندوفسكي يلعب كرة على الجانب الأيمن. ضغط قوي وينجح في استعادتها. أنا أعرف أن هذا اللاعب لا يكل ولا يمل. ستأتي اللحظة التي ينجح فيها في المرور والعبور. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ جيمس فورست يحاول لعب كرة بينية غدارة. جوردي ألبا. جيمس ماكارتي يقرأ الكرة بطريقة ممتازة. جوردي ألبا. كرة طولية إلى الأمام. التمريرات الجميلة. يقرر لاعب كرة نحو خط الوسط. يلعبها بينية ساقطة إلى الخط الأمامي. يلعبوها للأمام. كرة طويلة وعالية على الرواح. لم يحالفه الحذف الكرة البينية. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. مباراة بيضاء في النتيجة والفرص. لم تسبب أي قلق للحارس. محاولة رائعة، تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. والآن الكرة ملعوبة للأمام. كرة على الأطراف. يا لها من فرصة. كان لديهم ما يكفي من اللاعبين في المنطقة، لكن العرضية لن تكون جيدة. بيير أوباميانغ أبعد الكرة. تصدي ممتاز للكرة. لم يكن هذا التصدي عادي. قام بعمل رائع لحماية مرماه. رائع. يتحرك للعب الركنية. والكرة إلى خارج المنطقة. لم يخاطر على الإطلاق. يحاول تمريرها عبر الدفاع. كرة تمر من خط الوسط. بيكي يلعب كرة إلى اليسار. جيمس ماكارتي. اليسار. هل سينطلق ويكمل المشوار؟ ينطلق بنجاح. يستمر في الجري بالكرة. وتعاملوا مع العرضية بشكل جيد. كانت التوزيعة
دقيقة بالمرة. يحاول فك دفاعات المنافس، انطلاقة ممتازة على اليمين، يسيطر عليها، يحاول أن يلعبها بينية. بيير أوباميانغ شاهد الكرة من الخلف وتحرك ببراعة للوصول إليها، لكنه لم يستطع القيام بما هو أفضل من ذلك. بيير أوباميانغ وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. لم يسجل أي فريق أهداف إلى حد الآن، والنتيجة لا تزال 0-0. مع صفيرة البداية لباقي الحكاية. كانت المباراة مغلقة من الطرفين في الشوط الأول. نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. سيرخيو بوسكيتس كرة على الرواح، نانو ركنية أخرى. سيرخيو بوسكيتس سينفذ الركنية. لعبة هوائية برأسية مثالية. هل سيمر إلى الداخل؟ يبعدون العرضية والكرة للمنطقة الأمامية. يحاول فك دفاعات المنافس. كرة تمر بردا وسلاما على الدفاع. قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. يحاول لعب كرة بينية غدارة. كرة للجناح، مرت البينية ووصلت إليه. كرة صاروخية أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. الكرة للأمام. ليفاندوفسكي. بيير أوباميانغ أظهر رغبة كبيرة في الحصول على الكرة لكنه لم ينجح في الاستفادة منها. يلعبها بينية أرضية. كرة طولية إلى الأمام. توزيع ناحية اليمين. توزيع إلى قلب المنطقة. وهو موجود في المكان المناسب لإبعاد الكرة. التمريرة. بيكي. جيمس ماكارتي. لا تزال النتيجة 0-0 والمباراة حائرة بين الفريقين. بيير أوباميانغ. كرة خطيرة أمام كل المجال للتصوير. جيمس ماكارتي. جيمس فورست. مخالفة موجودة وصافرة حكيمة.
دخلت التماس. يبدو أن هناك تبديل سيتم الآن. فرصة للتسجيل. لم يخاطر على الإطلاع. تجتاز الكرة الخط لتتحول إلى رمية التماس. لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. عدت الكرة وباش يسجلوها. ليفاندوفسكي. يحاول فك دفاعات المنافس. يحاول لعب كرة بينية غدارة. اوه، موقف واحد ضد واحد. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. نقل جيد للكرة لكن الوقت يداهمهم ويجب أن ينقلوا الكرة إلى الأمام بسرعة. ينطلق نحو الخط الأمامي. عرقلة تستوجب احتساب المخالفة. في وقت مثالي كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. وتعود الكرة إلى القلب. كرة على الأطراف. النتيجة لا تزال 0-0 ونحن نلعب في الوقت بدل الضايع. يلعبها مرفوعة. فرصة إحراز هدف. وتنطلق الصافرة. وهكذا تنتهي المباراة. بعد ذلك الأداء المميز من دفاع الفريقين، أعتقد أنهم يستحقون الثناء الكثير. كانوا كالصخور في الدفاع. التعادل في عالم كرة القدم دائما ما يكون بنتيجة مقبولة. فاقتسام النقاط يكون مرضيا للفريقين.